السلام عليكم، معكم نزيه، وفي هذا الفيديو أصدقائي سأشرح لكم خطوة بخطوة كيف تقومون بعمل بلاي ليست في اليوتيوب. لا تنسوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة لتصبحوا جزءا من عائلتنا، ونبدأ على بركة الله. طيب، لإنشاء بلاي ليست في اليوتيوب أول خطوة نقوم بها نقوم بالانتقال إلى يوتيوب، بعد ذلك سنقوم هنا بالضغط على أنت على هذا الشكل. ممتاز. بعد ذلك هنا ستلاحظون قوائم التشغيل، إذا سوف نقوم بإنشاء قائمة جديدة. بعد ذلك ستقومون باختيار الفيديوهات التي تودون وضعها في قائمة التشغيل أو في البلاي ليست. مثلا تود إضافة هذه الفيديوهات، تقوم أنت باختيار الفيديو الذي تريده على هذا الشكل مثلا. بعد اختيار الفيديوهات تقوم بالضغط على التالي. بعد ذلك هنا ستقوم بكتابة عنوان لقائمة التشغيل الخاصة بك، مثلا فيديوهاتي على هذا الشكل. ويمكنك أن تجعل هذه القائمة التشغيل قائمة خاصة، يعني لا شخص سوف يشاهدها، أو يمكنك جعلها علنية، يمكن لأي شخص أن يرى قائمتك. إذا أردت ذلك فلك كامل الحرية. أنا أريد أن أجعلها خاصة. بعد ذلك نقوم بالضغط على إنشاء، وممتاز، تم إنشاء قائمة التشغيل وموجودة هنا كما تلاحظون هنا. وهنا لدينا الفيديوهات التي قمنا بوضعها في قائمة التشغيل. أوكي؟ كذلك يمكنك التحكم في أماكن الفيديوهات. مثلا تريد أن يكون هذا الفيديو هو الأول، تقوم بالضغط عليه بشكل مطول وتقوم بوضعه في أي مكان تريد. أوكي؟ فبعد أن تقوم بالضغط على تشغيل الكل سوف يتم تشغيل الفيديو يعني بشكل دائري، يعني عندما ينتهي هذا الفيديو سينتقل تلقائيا للفيديو الثاني وينتقل إلى الفيديو الثالث وهكذا. إذا بهذه الطريقة تقومون بإنشاء قائمة التشغيل. شكرا لكم على حسن تتبعكم. أي تساؤل أي استفسار اكتبوا رجاء أسفل الفيديو. ألقاكم في فيديو قادم. دمتم في أمان الله ورعايته.